هكذا تستعد هذه الفتاة وغيرها قبل بداية الجولة بالحايك. استدعى الأمر مساعدة من هن الأكبر سناً، فالفتيات حالياً لم يتعودن ارتداءه. في هذه التظاهرة جابت النسوة أزقة القصبة كمبادرة رمزية تعيد الاعتبار لهذا اللباس التقليدي الأصيل. احنا موالفين نديروا هاد التظاهرات هذوما باش اليوم درنا سبيسيال الربيع باسكو القصبه موالفين بالحايك. صح ماهوش براتيك بصح لازم يقعد في الذاكره، لازم في العروسه تخرج به، عنده معنى، عنده لونغاج، عنده بزاف حوايج الحايك تاعنا. السيده امينه امراه تجاوزت عقدها 60، دفعها الحنين لارتداء الحايك إلى المجيء رفقة حفيدتها، فهي لم ترتديه منذ سنوات السبعينات. الحايك مثل سترة لفام الجريان، عنده من لزاني 79 خرجت بها عروسة، واليوم إنا هذا احتفظت به، وماذا بينا نعود نرجع للتراديسيون اللي فاتونا الأولين. أجواء بهيجة صنعتها المشاركات عكست جمال الزي ورمزيته، فهو ليس مجرد قطعة قماش، فلطالما كان إرثاً حضرياً ما يزال يصارع من أجل البقاء. جينا باش نعاودو نحيا في الشوارع، كاين دوكا صغار وين نلقاو عباد لابسينو، بصح هو ثقافة لينا وفخر لينا. نعاودو نحسو بالسترة تاع المرأة الجزائرية الأصيلة اللي كانت بكري، إن شاء الله نعاودو نشوفوها أكثر في الأيامات القادمة إن شاء الله. رغم أن الحايك غيبته الأيام، إلا أنه لا طالما عكس شخصية المرأة الجزائرية عبر عقود من الزمن، فهو رمز للزينة والحشمة والحياء.